ملونة في ختام فعاليات المصارعة ضمن منافسات دولة الألعاب العربية 15 الجارية حاليا في الجزائر، حيث توج 6 مصارعين عراقيين بالذهب و9 بالفضة و3 منهم بالميدالية النحاسية. نشكر الله سبحانه وتعالى على هاي الأوسمة الذهبية اللي حققناها، الحمد لله والشكر. يعني اليوم 6 أوسمة ذهبية من مجموع 10، والحمد لله الفريق الحرة والرومانية هاي الميدالية الذهبية، وهذا الفضل كله مرجوع للشعب العراقي، للدعاء الأمهات، ونهدي هاي الأوسمة للشعب العراقي، لأن الشعب العراقي الراد فرحة، الراد له ناس طيبة، وإن شاء الله الحمد لله والشكر. حصول المصارعة على هذه الأوسمة أكيد أنه إشارة إلى أنه ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية، وخاصة الألعاب الفردية اللي حصلت على أوسمة. احنا خاصة الألعاب الفردية مفقودين عن الساحة الرياضية، يعني اهتمامهم بس خاصة بالقدم.